كتاب نجاح في الرياضيات لتلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، صفحة 28، المضاعفات والقواسم. إذا صفحة 28 عندنا فيها المضاعفات والقواسم. لي ميتيبل اي لي ديفيزور. السؤال الأول: أتمم ملء الجدول بعد نقله إلى دفتري. إذا هذا الجدول هذا نقله إلى الدفتر ونتممه، ولكن قبل ذلك لابد أن نقوم بتذكير سريع للمضاعفات والقواسم. المضاعفات، نذكر مضاعفات عدد 4 هي أن نستعمل جدول ضربه في 4. هي هذه الأعداد، إذا نضرب 4 في 1 4، 4 في 2 8، 3 في 4 11. إذا هذه هي الأعداد، مضاعفات عدد 4 هي هذه الأعداد: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 إلى غير ذلك. مضاعفات العدد 2 أيضا نستعمل جدول الضرب. إذن نستعمل جدول الضرب، يعني نضربها في الأعداد 1 2 3، أي 2 في 2 4، 2 في 3 6. غتكون عندي مضاعفة عدد 2 هي هذه الأعداد: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 إلى غيره. مضاعفة عدد 3، أن مضاعفة عدد 3 أيضا نستعمل جدول الضرب: 3 في 1 3، 3 في 2 6. إذا مضاعفة عدد 3 هي هذه الأعداد: 3 6 9 12 20 12 15 18. واحد وعشرون، أربعة وعشرون، سبعة وعشرون، ثلاثون، ثلاثة وثلاثون، ستة وثلاثون. هذه هي مضاعفات عدد ثلاثة. وللتذكير أن هذه الأعداد، هذه المضاعفات تكون أيضا قابلة لقسمة على هذا العدد. مثلا إذا معنى قابلية القسمة، نقول قابلية القسمة معناه أي أن المقسوم يقبل القسمة على المقسوب عليه بدون باقي. مثلا نأخذ 36 نقسمها على 4، تساوي الخارج 9 والباقي 0. إذن 36 نسميه المقسوم، 4 نسميه المقسوم عليه، 9 هو الخارج والباقي صفر. إذا نقول 36 تقبل القسمة على 4 لأن الباقي صفر. 14 مقسوم على 2 تساوي 7، لأن 7 في 2 14. 14 كنسبه هو المقسوم، 2 المقسوم عليه، 7 هو الخارج والباقي صفر. إذن 14 مقسوم على 2 الخارج 7 والباقي صفر. إذن هذا معنى ديال قابلية القسمة، أي أن المقسوم يقبل القسمة على المقسوم عليه بدون باقي، أي أن الباقي يكون صفر. إذن غنخرجوا أن قواعد، نستنتج قواعد قابلية القسمة. يقبل العدد القسمة على 4 إذا كان
رقم وحدته وعشارته من مضاعفة 4. يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان رقم وحدته يقبل القسمة على 2. يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفة العدد 3. وغنشرح أكثر هذا الشيء. نأخذ مثال. أبحث عن قابلية قسمة العدد 4816 على 4. شنو كنا؟ كناخذ غير العدد هنا، رقم وحدات والعشرات اللي هو 16. 16 هذا من مضاعفة 4. نعم، كنلاحظوا هنا هنا عندي 4 8 12 16. إذا 16 تساوي 4 مضروب في 4، كان 16 تقبل القسمة على 4. العدد 16 من مضاعفة 4. إذن العدد 4816 يقبل القسمة على 4. إذن هكذا نستعمله بالنسبة لجميع الأعداد. إذن قلت هذه الأعداد مضاعفة دي العدد 4 تقبل القسمة على 4. إذا نرجعوا إلى التمرين الأول، أتمم ملء الجدول بعد نقله إلى دفتري. إذا نتمم ملء هذا الجدول. عندنا جدول كالتالي: عند العدد باقي القسمة على 4 يقبل القسمة على 4، العدد باقي القسمة على 4 يقبل القسمة على 4، العدد عندنا 236 باقي القسمة على 4 صفر. بمعنى إذا أخذت 236 قسمته على 4 الباقي غيبقى عندي صفر. إذن هل يقبل القسمة على 4؟ نعم. لماذا؟ لأن كما قلنا قلت سابقا نأخذ فقط العدد المكون من رقم الوحدات والعشرات اللي هو 36 نقسمه على 4، إذن باقي القسمة على 4 صفر. وهنا لابد أن نتذكر جدول الضرب، ولا بد أن نتذكر مضاعفة 4 اللي هي كما قلت سابقا هي هذه 4 8 12 16. إذن غلقوا 36 من مضاعفة عدد 4 يقبل القسمة على 4. لماذا؟ لأن 36 مقسوم على 4 الخارج 9 والباقي 0. إذن يقبل القسمة على 4. نعم. العدد 147 باقي القسمة على 4 3. يقبل القسمة على 4؟ لا. علاش؟ لأن العدد 47 لا يقبل القسمة على 4. لاحظ عندي هنا مضاعفة عدد 4، عندي 40 44 48 44 48 بمعنى 45 لا تقبل القسمة على 4. 45 46 47 إذن شحال كيبقى لي؟ 3. 44 45 46 47 3 فقط. إذن باقي القسمة على 4 3، العدد لا يقبل القسمة على 4. 440 باقي القسمة على 4 صفر، يقبل القسمة على 4؟ نعم. لماذا؟ لأن كما قلت سابقا نأخذ فقط العدد 40 المكون من رقم الوحدات والعشرات. 40 كنشوف هنايا هو مضاعف للعدد 4، لأن 10 في 4 40. 40 إذا قسمته على 4 الخارج 10 الباقي 0. إذن الباقي 0 والعدد يقبل القسمة على 4. نعم،
728. هذا يقبل القسم على 4، الباقي القسم على 4 صفر. يقبل القسم على 4؟ نعم. لماذا؟ لأن العدد 28 هو عندنا هنا من مضاعفة 4. إذن 7 × 4 28، بالتالي إن 28 مقسومة على 4 تساوي 7، إذن والباقي صفر. إذن الباقي صفر. يقبل القسم على 4؟ نعم. العدد 611، باقي القسم على 4؟ 3. يقبل القسم على 4؟ لا. لماذا؟ لأن العدد 11 ليس من مضاعفة 4. لاحظ عندي هنا 8 = 12 فقط. إذن عندي 9، لا 9 ما كان، لا تقبل القسم على 4. 9 × 10 = 11. إذن شحال كاين؟ كم تبقى؟ 8 × 9 = 11، إذن غتبقى لنا 3. الباقي 3. يقبل القسم على 4؟ لا. 816، الباقي صفر. يقبل القسم على 4؟ نعم. لماذا؟ لأن 16 هي من مضاعفات 4. إذن 16 مقسومة على 4 تساوي 4، الباقي صفر. إذن باقي القسمة على 4 صفر. يقبل القسمة على 4؟ نعم. إذن نستنتج، عندي هنا يا ب، أكتشف قاعدة لقابلية قسمة عدد على 4. إذا غنجيو هنا قاعدة لقابلية قسمة على 4، نقول يكون العدد قابلا للقسمة على 4 إذا كان رقم وحداته ورقم عشراته يكونان عددا قابلا للقسمة على 4. إذا كان رقم وحداته ورقم عشراته يكونان عددا قابلا للقسمة على 4. نأتي إلى السؤال التالي، جيم بدون إجراء القسمة. الآن هل العدد، هل العدد هذا نقرأه إذن 1,234,516 يقبل القسمة على 4؟ نعم أو لا؟ نعم. باش عرف، لكن فعرفنا ذلك أخذنا فقط رقم الوحدات والعشرات، اللي هو هذا العدد مكون من رقم الوحدات والعشرات اللي هو 16. العدد 16 يقبل القسمة على 4، لأن لاحظ 16 من مضاعفات 4. إذن ننتقل إلى التمرين الثاني. أملأ الجدول التالي، عندي العدد يقبل القسمة على 3، يقبل القسمة على 2، يقبل القسمة على 6. عندي هنا كل عدد يقبل القسمة على 2 يسمى عددا زوجيا. ما معنى عدد زوجي؟ يقبل القسمة على 2. العدد الزوجية هي التي تكون 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. مهم، أو 10 أو 12، كل أعداد. وكل عدد لا يقبل القسمة على 2 هو عدد فردي، يكون الباقي 1. عندي العدد 18 يقبل القسمة على 3،
نعم، لماذا؟ لأن مجموع أرقامه شحال كم؟ 8 زائد 1 9، وتسعة من مضاعفات 3، أي تقبل القسمة على 3. لاحظ، خصنا جدول الضرب نكونوا حافظينه مزيان باش نعرفوا نضبطوا مضاعفات الأعداد. مضاعفات أعداد إذن 9 تساوي 3 مضروبة في 3، أي 9 مقسومة على 3 الخارج 3، الباقي 0. 18 يقبل القسمة على 2، نعم، لماذا؟ لأن رقم وحدته 8، و8 مضاعف لـ2، لأن هنا في جدول الضرب 8 تساوي 4 مضروبة في 2، بمعنى 8 مقسومة على 2 الخارج 4 والباقي 0. إذن 18، العدد 18 يقبل القسمة على 2. يقبل القسمة على 6، نعم، لماذا؟ لأنه يقبل القسمة على 3 ويقبل القسمة على 2. العدد 21 يقبل القسمة على 3. نلاحظ مجموع أرقامه 2 1 3، 3 تقبل القسمة على 3، 3 تساوي 3 في 1 3. 21 هي إذا قسمت على 3 تعطيني 7، الخارج 7، 7 في 3 21. إذن العدد 21 يقبل القسمة على 3، نعم، يقبل القسمة على 2. نلاحظ رقم وحداته 1، 1 لا يقبل القسمة على 2، ليس من مضاعفات 2، إذن العدد لا يقبل القسمة على 2. يقبل القسمة على 6، لا، لماذا؟ لأنه لا يقبل القسمة على 2. العدد 52 يقبل القسمة على 3. نلاحظ مجموع أرقامه 5 زائد 2 7، 7 ليست من مضاعفات 3، عندي 6 و9، 3 في 2 6، 3 في 3 9. إذن 7 مقسوم على 3 الخارج 2 والباقي 1. إذن 7 لا تقبل القسمة على 3. العدد 52 إذن لا يقبل القسمة على 3. 52 يقبل القسمة على 2، نعم، لماذا؟ لأن رقم وحدته 2، 2 هي من مضاعفات 2. إذن يقبل القسمة على 6 هذا العدد؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يقبل القسمة على 3. 72 العدد 72 يقبل القسمة على 3، نعم، لماذا؟ لأن مجموع أرقامه 9، 7 زائد 2 9، و9، 9 لاحظ من مضاعفات 3، 3 في 3 9. إذن 72 يقبل القسمة على 3. يقبل القسمة على 2، نعم، لماذا؟ لأن رقم وحدته 2، 2 من مضاعفات 2. يقبل القسمة على 6، نعم، لماذا؟ لأنه يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 3. 90 العدد 90 يقبل القسمة على 3، لاحظ مجموع أرقامه 9، 9 من مضاعفة 3، لأن 3 في 3 9. إذن 9
تقبل القسمة يقبل القسمة على 3، العدد 90 يقبل القسمة على 3، يقبل القسمة على 2. نلاحظ رقم وحدته هو 0، 0 مضاعف 2، إذن العدد يقبل القسمة على 2. يقبل القسمة على 6، نعم. لماذا؟ لأنه يقبل، لأن العدد يقبل القسمة على 3 وعلى 2. 421 يقبل القسمة على 3، مجموع أرقامه 4 + 2 = 6 + 1 = 7، 7 لا تقبل القسمة على 3، 7 ليست من مضاعف 3، إذن نكتب لا. يقبل القسمة على 2، نلاحظ رقم وحدته 1، 1 ليس من مضاعف 2، لا يقبل القسمة على 2، إذن العدد لا يقبل القسمة على 2. يقبل القسمة على 6، لا. لماذا؟ لأنه لا يقبل القسمة على 2 ولا على 3. وفي الأخير عندي، هل أكتشف قاعدة لقابلية قسمة عدد على 6؟ إذن القاعدة بالتالي، يكون العدد قابلا للقسمة على 6 إذا كان قابلا للقسمة على 2 و 3 في آن واحد. إذا كان قابلا للقسمة على 2 و 3 في نفس الوقت، أما إذا كان قابلا للقسمة على أحدهما فهو لا يقبل القسمة على 6. وأخيرا نأتي إلى المعجم، معجم فيه هذا مضاعف ملتيبل قاسم ديفيزيور، المضاعف المشترك الأصغر le plus petit multiple commun، القاسم المشترك الأكبر plus grand diviseur. ونأتي إلى نهاية هذه الصفحة 28، وشكرا، ولا تنسوا الضغط على لايك إذا أعجبكم الفيديو.